أنا عاوز حجة الأرض بتاعتي يا عمي. إيه؟ آه حجة الأرض. طب أقعد أقعد يا بكر، أقعد يا حمدان. حكاوة حجة الأرض دي إن ردها لك صعبة قوي يا واد أخوي، وأظن تحدثنا فيها كتير. بس دي أرضي يا عمي، وأنا وأبوك طفحنا الدم فيها وشجينا. دي كانت أرض رملة تعبنا فيها وصرفنا عليها. جاي دلوك يا عم بكري تقول لي أرضك؟ أرضي ورث من أبوي يا عمي. بكري عمك الديب قال لك بالنص، خمسة فدني ليك وخمسة فدني لعمك، ده شرع ربنا. شرع ربنا؟ يا عمي بكرة حفرة ضيقة والكفن ملهوش جيوب. بط تجنيت إياك. وانتم بسم الله ما شاء الله عنديكم يا جيميت فدان وبصين لي على العشر فدن بتوعي. باين عليك عيل قليل الأدب صح. كيف تقول في وشي إن رجل طماع وكمان بتفول علي بالموت؟ طب يا عمي انتوا مش كنتوا شركة انت وابوي؟ صح يا بكري. يبقى خلاص نقسم أرضي وأرضك بالنص، صح ولا لا؟ لا مش صح يا واد أخويا الغالي، احنا كنا شركة في العشرة فدن وبس يا بوي.